شهد دوار الجهابلة بولاية عين دفلة في أول أيام دخول المدرسة حركة احتجاجية من أولياء التلاميذ الذين منعوا أبنائهم بالطور المتوسط، منعوهم من الالتحاق بمقاعد الدراسة بسبب حالة الاكتظاظ الكبير التي أجبرتهم على الدراسة رفقة تلاميذ الابتدائي. التقرير لبلال شرفاوي. احنا نجو هنا يقولوا لنا روحوا ليها وما كاينش، راهي متخاطله الدعوه الابتدائي مع المتوسط وما عندناش كيف نقراو. بهذه الكلمات عبر هذا التلميذ عن حاله الاكتظاظ التي تعرفها متوسطه 20 اوت بدوار الجهابله، اين وجد نفسه يدرس رفقه تلاميذ الابتدائيه بعدما خصصت السلطات فيما سبق اقساما للطور المتوسط بداخلها منذ 4 سنوات كحل مؤقت. دوكا هي راهم مخلين السنة تاع السنة الثالثة والسنة الرابعة، لهنا تاع السنة الثانية والسنة الأولى راهم يعاودوا يرجعوهم من هي يرجعوهم لهنا، دوكا ما صابوش مشكلة من 2019 اللي صاريها. وزايد الأقسام غير صالحة للدراسة. ما من مشكلة الاكتظاظ، عندنا اكتظاظ حتى لهنا في الأربع أقسام هذا وماهوش حل، هذا حل مؤقت، هما قالوا لنا على مدة عامين، راهي في 4 سنين دوكا وراهي رايحة في الخامس. الأولياء عبروا عن استيائهم الكبير من الوضعية الحالية، أين منعوا أبنائهم من الالتحاق بالمدرسة في أول أيام الدخول المدرسي، وطالبوا بإيجاد حل لبناء المتوسطة الجديدة التي كانوا قد وعدوا بها مرات عديدة إلا أنها لم تجسد بسبب طبيعة المنطقة الفلاحية. راحوا ثولات، راحوا ثلاث ولات، راحوا كل ولي وعدنا المتوسطة جات راهي لحق لنا وقالوا لنا باللي يا ودي ما صرنا لكمش أرض، دوك حنا وحنا أرض كاع منطقة فلاحية كاع القطاع السكن هذوما أرض فلاحية وما عندناش حول، لازم يبنوا في فيها، راهم يضيعونا في الوقت، راهم يضيعوا اولادنا، كاين الناس اللي خرجوا، كاين مابغاش يقراوا، وراهم يقراوا مع ابتدائي سنه اولى، الطفل في عمره 6 سنين، وواحد عمره 14 سنه يقرا معاه. البارح ما خليناهمش يدخلوا يقراوا. قالوا لنا بلي عطاونا وعود، كل مره يقولوا لنا العام الجاي، كل العام اللي فات خليناهم دخلوا، قلنا لهم اقراوا نورمال، السنه قالوا لنا يدخلوا، قلنا لهم ما يدخلوش. تم تسجيل متوسطة بدوار الجهابلة. المشكل اللي يوقع هو مشكل اختيار الارضيه بحكم انه المنطقه فلاحيه، والاقتطاع هذا يكون على مستوى اعلى. احنا ان شاء الله نتمنى من السلطات تنظر في هذا الاشكال. في انتظار ايجاد حل لمكان الانجاز، يبقى التلاميذ يغدون بين متوسطه فاقت اعداد تلامذتها 1000 تلميذ وتجمع اكثر من 4 ضواوير، وبين جدران ابتدائية قديمة ظنوا يوما ما أنهم غادروها بدون رجعة.